السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو معنا فيديو اتحداك ما تحس بالزعل لان الفيديو او انه تشتركوا في القناة نص كده انتم مين مشترك وضغط لايك على نص كده اكبر عن الرياضة من الفيديو. انا مش عارف اسانسير من الكهرباء ما هو عامل تحتاش بينزل ازاي؟ واو بينزلوا من فوق لتحت ده كلهم نفس النوع. دي آلة بتعمل على بتاع بتحط الحاجات الورق بتاعي النظام زي بتطبع الصحون او كده بتاع شكل دايرة او شكل حلزون. دي بحط التليفون مش احنا واحدة دي تليفون هواء مش احنا واحدة واو بحط ليه من ورا نروح الشحن بتشمل عليه. دي آلة حادة بيشيل بيها الحاجة حاجة رقيقة عشان يشيلها وتلاقي مادة لزجة او اي حاجة سموت لها مادة لزجة. دي بنضف المكنسة بتنضف واشوفها القديمة اللوكت الجديدة لوكت عاملة ازاي. واو دي كورة كوتشينة واسرحها عاملة ازاي مرة روعة مرة روعة حلوة. دي تكتب تقدر تكتب بالليزر او بتاع تكتب ارقام تكتب حروف وارقام. دي لغة ورق ورق ألوان زغل واحدة راح كل يوم لازم معايا بص الألوان كلها. دي نفس زي الأولى دي نفس زي الأولى دي بص برضه بيعمل بإيديه بيبقى كله طالع واو مرة رابعة. وأنا عايز واحدة زي دي مش في الأسود الخطر يكون فيها متغلف أو شيل التغليف اللي عليه شيل التغليف اللي عليه. دي بتاع في البحر الألعاب المائية عارف لما أركب هو سايبه على المية ده هو دي بيعمل ضغط لفوق. دي بنقول زي لون أسمر وزي الحبر برضه الحبر. دي منتجات لعام ومعروف العدد بتاعها اللي بتنزل فيها تقنية بيعمل دي كراتين بتتغلف لسه بقى تروح المصانع وبيتغلف فيها. واو دي بقى بجص اكتب بجص زي برضو ولا تلاقيه بجص مع الايدي بجص مع الخشب ده ولا ايه. دي كام تاكسي واو كام تاكسي نموت كان في المطارات نعمل طريق تاكسي ولا ايه. دي بتاع اللعبة دي تلاقي آلية بتتعمل 4 ثواني دي بتغلف شنط السفر بتغلفها في حد مش يفتحها ولا يعمل اي حاجة. دي بتعمل شكل ارضية في الارض شكل ارضية. دي بقى اللي فوق في السقف المعلق او الجبسون بورد دي بيشيل بقى اللون الذهبي بيشيله. دي اكل جرام رصاص او العاب نارية دي لسه بقى تتغلف تتحط في كرتين تتغلف على فوق. واو دي برضه حاجة صفرة نظام زي ورق في شريط لف على بتاع هيلفه برضه هيلفه على الواجهة هيلفه بعد كده يروح هيتغلف في الباب هيتغلف في الباب. دي بيض شايل بتاع واو حط مادة عند الوان عند أخضر وأصفر وأحمر. واو دي كور تنس كور صغيرة دي من هلزك. دي بقى بتعمل بيحط اسمه بتاع بيلف ويجيب اغلاف حادة ويرسم عليها. دي كانت بتاعت الورق ديت